مرحبا واهلا وسهلا فيكم في قناتي. اذا ما عملتوا سبسكرايب لهذه القناه اعملوا الان، فعلوا جرس التنبيهات، واكيد لازم تحضروا الفيديوهات السابقه والفيديوهات الجايه. ويلا نروح. صباح الخير، يعطيكم العافية. اليوم تعلمت من صديق لي على الفيسبوك اسمه علي الوعلي، طبعا حاطط شغلة مهمة ان المدخنين لازم ينتبهوا كتير من موضوع الهايجين تبع الايدين، خاصة لما يحطوها، للناس كتير بتحطه عشان موضوع الكورونا وما الكورونا. فهذا الهايجين مشكلته انه بيشتعل وما بيطلع لهب، فلما يشتعل وما يطلع لهب انت ما بتعرف انه هو مشتعل، وللأسف ممكن يؤدي الى مصائب وممكن يسوي حريق، خاصة اللي بيلبسوا كفوف وقصص هاي الطويلة. فخلينا نعمل هاي التجربة نورجيكم اياها، خليكم معنا. زي ما انتم شايفين انا هحط الهايجين هون شوية هيك وراح اولعه. اوكي، انتم مش شايفين انه مولع، مش شايفين انه في اشي، طلعوا شايفين؟ اي طلعوا، لسه في، يعني هلا قديش تستنى؟ 10 ثواني ها؟ لسه شايفين؟ 1 2 3 4 5 6 طلع. مرة ثانية 1 2 3 4، أنتم مش شايفين إنه في حريق أصلاً، مش شايفين إنه في شعلة. طلع لسه بيشتغل. هاي مشكلة كبيرة يا جماعة، خاصة بدخنوا، انتبهوا كتير من الموضوع، الموضوع خطير. طلعوا، يعني لو بورجيكو لسه ممكن. ها شايفين؟ طفيتها، شايفين طفيها انا؟ لو نرجع 1 2 3 4 5 6 7 8 ان قديش، نص دقيقه. طلعوا لسه مشتعل. لو عد كمان، يعني الموضوع طول قديش، انه يمكن دقيقه ونص ولسه. ها شايفين؟ لسه بحرق، شايفين؟ هغير لكم طرف المحرمة عشان ما تحكوا انه نفس المحرمة وعم بتولع. عد 1 2، شايفين؟ ها بدأ هلا يغير. يا جماعة انتبهوا كتير، موضوع هذا خطير، حرقنا الدنيا، انتبهوا يا جماعة، الموضوع خطير جدا جدا جدا، خاصة للمدخنين، وان شاء الله ضلكم بسلام وصحة، وانتبهوا كتير على انفسكم وعلى اولادكم. لا تدخنوا بهالايام، اصلا التدخين هو بخفف من جهاز المناعه وبضعف من جهاز المناعه، فهذه رساله مهمه جدا للجميع، وسلام. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.